قدامك 30 يوم تجهز شقة وعرش، لو يوم هتتأخر ما شوفش منك وش. في شهر تاتي يا اختي تجيب فلوسي كلها وفي شهر واحد. امال انا جايه لك ليه؟ شغلوا اي حاجه، سمساره، عمله، اي حاجه، انا اللي هقول لك يعني يا جوز خالتي؟ اه كان كده ماشي، بس قولي ما تشوفش وحش. 30 يوم ازاي؟ ايوه بس اشتغل اي حاجه الا النسرق. يا دي افهم انت، لو ما عملتش كده مش هتتجوز سامي ولا في شهر ولا في سنه ولا بقيت عمرك كله. الله يخرب بيتك يا اسماعيل، ده هو وهي تقول لامها وامها تقول لاختها اللي هي مراتك وبتحسك تبقى بجلاجل. انا مالك سامي، انا ما قلتلوش يسمع عشان خاطر يتجوز بنتي. ابوك يا سلطان ربنا يخليك يا لطفي.